مهجة يلا قومي، صار وقت مدرستك. ما بدي روح هالمدرسة. أوف، شو هالحكي؟ ليش بقى؟ ولسه ما لبستي ثيابك كمان؟ يا أمي ما بدي روح هالمدرسة، كلهم رح يتمسخروا علي أصلا. شو اللي صاير؟ احكيلي. ولا شي، بس مو حابة روح اليوم، مزاجي معكر. مع أنه أنا مبارح كرمالك قلعته لأبوكي، فليش اليوم مرايقة؟ يلا خلص قومي روحي، تأخرتي. أمي ما بدي روح، عم قلك شبك تركيني بحالي بقى. طيب ماشي، موضوع مبارح لساته مضايقك بعرف، يلا معلش. خلص ماشي، ارتاحي اليوم لكان. مهجة؟ عم قلك ما بدي روح. طيب فهمت. بما انه مو رايحه بروح اليوم انا على السوق بداله، بجيب خبز من الفرن، خبز تازه، وبجهز لها السفره وبعمل لها مفاجاه على الصبح. الفرن ماله بعيد، ليكو جنبي. وين المصاري؟ هذا الجزار ليكو موجود. وهي مفاتيحي معي. هاي منيحة. امبارح ساويتيها واليوم فيك تساويها، ما تخافي، ما تخافي شيماء. شو صار لك؟ مشوارك قريب؟ صوت طيب يا كلب، قربي يا حبيب. ولي يا ويلي، لا لا مو وقتها، ما رح اطلع. بسيطة، رؤي 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 شيماء، رؤي شيماء، رؤي لشو العجلة؟ مو وقتها، مو وقتها بنوب، العجلة مو منيحة، مو منيحة، مو منيحة أبدا. خلص بطلع بعدين. رؤي 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 شيماء، رؤي تمام. ايه 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 خلص رؤي، خلاص يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.